إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من ليالي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، كما توعدنا من 4 أسابيع اتفقنا سوا إن احنا نقدم في الأحد الأول من كل شهر تحية ولمسة وفاء وزهرة للسيدة أم كلثوم ولكل من تعاونوا معها من مؤلفين وملحنين. وقلنا أن هذه التحية ستكون أو قد تكون أغنية طويلة أو مجموعة من الأغاني القصار، لكن لا يزال يجذبني ضوء الأغاني الطويلة، لازلت أدور في فلكها ولازلت أحب الاستماع إليها والتحدث عنها. إذن خلينا النهاردة كمان مع الأغاني الطويلة، وخلينا مع واحدة من أحلاها وأرقها وأعزبها وأكثرها شمولا من ناحية الكلمة والفكر ومن ناحية الموسيقى ومن ناحية الغناء بالتأكيد. تقولوا لي إيه؟ أقول لكم جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح. جددت حبك ليه كلمات رامي، ألحان السنباطي وغناء الست أم كلثوم. طيب، الثلاثة العناصر الأساسية اللي أو العنصرين الأساسيين طبعا بالإضافة للست أم كلثوم اللي عملوا الغنوة دي، رامي يعني مثلا. رامي أعتقد أن من حقه علينا وأن من واجبنا تجاهه إن احنا يمكن نمسكه كلمة كلمة، وكان نفسي جدا إن الوقت يكفيني أقعد معاكم نفلي الغنوة، نحطها تحت مايكروسكوب ونتفرج هو اختار الكلمة الفلانية ليه وسب وما اختارش الكلمة الفلانية التانية ليه. السنباطي شرحه لماذا اختار المقام الفلاني، لماذا اختار طريقة التنفيذ الفلانية، لماذا اتكى على الحرف الفلاني وترك الحرف الفلاني. لكن على اي الاحوال، حتى النماذج اللي هنحطها اعتقد انها تكفي لكي تلقي بعض الضوء، وانتوا عليكم الباقي بقى وعلى ودانكم وعلى مشاعركم. بيجي العبء الأكبر في النهاية. أصدقائي، احنا هنسمع أول تسجيل لهذه الأغنية. أول تسجيل موجود في الإذاعة المصرية، تاريخ التسجيل 11 نوفمبر 1954. الحفلة دي كانت في سينما ريفولي، وكانت لهدف نبيل جدا وهو التبرع من أجل إنشاء جمعية النور والأمل للمكفوفات. المذيع الذي قدم الحفل الإذاعي الكبير ومؤسس جبهة حماة العربية الأستاذ طاهر أبو زيد. الحقيقة لو كان وقت البرنامج طويل كان نفسي أسمعكم مقدمته اللي قدم بيها لهذه الأغنية. كان نفسي تتفرجوا على، كان واضح جدا من أول ما تسمعوا المقدمة بتاعت الأستاذ طاهر اهتمامه الشديد باللغة العربية،
ومراعاته لأسلوبه وانتقاؤه واختياره لكلماته وإصراره على ألا يخطئ في نحو أو صرف. كان مقدمة جميلة جدا، لكن مع الأسف لن نستطيع أن نقدم منها إلا نذرا يسيرا. على أي الأحوال، على رأي المثل، ريحة أبو علي ولا عدمه. المهم، تبدأ الأغنية بمقدمة موسيقية جبارة من عمنا رياض السنباطي. أولا، إمكانياته لحد ذلك الوقت، إمكانيات العرض لديه لحد ذلك الوقت هي إمكانيات التخت. يعني الفرقة بتاعت ست أم كلثوم ما كبرتش، ما وصلتش لمنطقة الأوركسترا العربي، يعني ظلت لحد سنة 54، لحد ما احنا بنسمع وبعد والقدام كمان، بدون مثلا كونترباس. ظل عدد الكمانجات يتراوح من 6 ل 8. ظلت الإيقاعات ليس فيها إلا إبراهيم عفيفي عازف الرق الفاتن الباهر. ظلت آلة التشيلو الممثلة لعرض وقرار وأساس الفرقة، ظل عازف واحد هو الذي يعمل كان ذلك الوقت، وهو الفاتن أيضا حسان كمال. الآلات السولو برضو ظل الناي وسيد سالم، وظل محمد عبد صالح الرائع على القانون، وظل أحمد الحفناوي الرائع أيضا على الكمان. إذا آلات العرض لدى السنباطي أو أدوات العرض لدى السنباطي كانت أدوات قليلة يسيرة. صحيح أن كل منها كان أستاذا في أداته، لكن برغم من ذلك تظل أدوات قليلة، لكن الشطرة تغزل، وكان رياض السنباطي شاطر ويعرف يغزل، وفعلا عمل لنا مقدمة فارهة وجميلة وعريضة وحلوة ومش سلطنة وشجية في نفس الوقت. المقدمة تستاهل ان دي تقول للست ام كلثوم اتفضلي يا ست خشي. المقدمة دي عبارة عن ايه؟ دخول بالفرقة، تعال نقول الفرقة هنا، وعرض لآلة القانون وللتريمولو عند محمد عبد الصالح. مين التريمولو؟ تريمولو العازف بيحرك صباعه على وتر واحد رايح جاي، يعني تالا لا 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 لا، كل ما بيسرع كل ما بقى عازف جامد. وكان يقال عن محمد عبد الصالح ان التريمولو عنده او قدرة على الترعيش عنده، يقولوا عليه صباعه زي الجرس. انتوا عارفين طبعا شاكوش الجرس لما بيتحرك بسرعة لا ترى، كان عبد صالح كده، ما تسمعوه فعلا تحسوا انه صباعه زي الجرس بالفعل. طيب ليه رياض السنباطي ادى الطول ده لعبد صالح وما اداهوش للفرقه؟ ما هو كان ممكن كمان جت تقول نفس الحروف الطويله. لا، هو عاوز يستعرض مهاره عبد صالح. نخش على دخول الرق بعد كده، بعد هذه المقدمه الجميله جدا من الفرقه وبمصاحبه عبد صالح، نخش الفرقه بتخدم على عبد صالح نفسه المسيطر حتى تلك اللحظه، حتى هذه اللحظه، في رتماية بسيطة ظريفة جدا. يقول لك تن تا تن 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 تا تن 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 تا تن، وطبعا بنسمع إبراهيم عفيفي ويبتدي ياخدنا لجاذبيته ولمنطقته من العالم، بيسحبنا لوحده، وصوله من القانون. ثم تهدأ الفرقة مرة أخرى وتنطلق إلى منطقة حرة حيث صوله الكمان، ثم جملة متتالية أخرى وراها بالفرقة، بعرض الفرقة كلها، حتى يأتينا التسليم. والتسليم عند السنباطي في هذه الأغنية تسليم عريض، يسمح للست أم كلثوم إنها تقوم من على الكرسي، وإن الناس تسقف، وإن هي تكح لها كحتين بالشويش، وإنها تسلطن المقام اللي هي داخلة منه في دماغها. يعني مش تسليم في جملتين، مش اتفضلي يا ست بس، لا، ده بياخدها من على الباب. أهلا ست ام كلثوم، والله نورتينا، بقالك كام شهر ما جيتيش، اهلا يا رياض، اهلا وسهلا، اهلا بالناس، اهلا بكل حاجه. يطلعها معاه حته حته وباللي شويش الى ان تستقر امامنا وتغني وقتما تشاء. اصدقائي المستمعين، نستمع اذا الى المقدمه الموسيقيه ونعاود كلامنا مره اخرى من اول ما تغني الست ام كلثوم. ايها الساده، ها نحن في دار سينما ريفولي، كل المقاعد مشغولة، وانفرج الستار، وبدت أم كلثوم متألقة في وسط مجموعة الموسيقيين من أفراد فرقتها، وتقدمت رئيسة جمعية المكفوفين وقدمت لها باقة جميلة من الأزهار تكريما لها وتقديرا لهذه اللفتة
التي شاركت بها هذه العاطفة الإنسانية، فقد تبرعت أم كلثوم بإحياء هذه الليلة. وكما سمعتم
تدخل أم كلثوم بعد هذا التمهيد المرحب الطويل. لاحظتوا الفرقة رتمها بينزل ازاي؟ يعني كم كانوا قلت وبعدين ابتدوا رابع مرة النزول ده ليه؟ عشان يريحوها هي في الغنى، ما تخشش من الصربعة. ما هي دي ناس اشتغلت مع بعضها بقى بالعشرينات والتلاتينات سنة، وهو رياض السنباطي طلع الفكرة، فكرة التسليم الطويل دي، الجملة الطويلة دي من فراغ. ما دي تساوي العشرين تلاتين سنة خبرة وعشرين تلاتين سنة احتكاك بأم كلثوم وبجمهورها على الساحة العربية. المهم تخش أم كلثوم، واللي هيجنني يا اخوانا ان دي الوصلة الاولى في الحفلة، يعني المفروض انها ما غنتش قبل كده، يعني اقصد اقول دي اول مرة بتنطق. بتخش ركزة ازاي، ركبة المقام ازاي، وركزة ازاي، وما بتتنفضش ازاي، و و و ومن اول لحظة كأنها متسلطرة، كأنها مغنية قبل ما تجينا بساعة ولا ساعة ونص معدولة. يعني ازاي بتعرف تعمل الحكاية دي؟ مش فاهمها لحد النهاردة، مش فاهم، يعني مش عارف ده. علما بانه يقول لك انها كانت بتطلع بتتنفض على المسرح من الداخل، يعني خايفه مرعوبه، خصوصا انه قد تكون دي هي اول مره بتغنى فيها جدت حبك، انا مش متاكد، لكن على الاقل هذا اول شريط موجود في الاذاعه. المهم نرجع نمسك عمنا رامي، لانه احد الفرج اللي بجد في الغنوه دي، فرجه قوي رامي في الغنوه دي، يتشاف خالص. يعني اولا الغنوه دي انا سمعت مره، اذكر اني سمعت مره نجل شاعرنا الكبير احمد رامي بيحكي انها تسببت في خلاف عائلي، وانه انتوا عارفين طبعا انه كانت هناك قصه حب صامته ما بين رامي وام كلثوم، وجددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح كانت علامه على ان هذه القصه عادت مره اخرى للظهور. ولكن اذكر اني سمعت من نجل استاذ احمد رامي في الاذاعه، يعني ان السيده والدته، السيده زوجة شاعرنا الكبير، تغاضت واستوعبت الامر وفوتتها، لانها كانت تحسب حسابا كبيرا للزواج من فنان ولالهامات الفنان والابداعات اللي ممكن تكون حوالين الفنان وحتى خواطر الفنان وهواجسه. المهم نترك هذا الامر الشخصي، انا بس الكلام بيجيب بعضه يعني. طيب اهم ما في المذهب بقى، جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يعني بحر صغير، الراجل مش كبير. جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، حرام عليك خليه غافل عن اللي راح. عندنا قافيتين، جددت حبك ليه وحرام عليك خليه، يعني ليه ليه، وارتاح وراح، قفلت اح يعني الف حاء في الاخر. طيب كلمة غافل ليه، ليه قال غافل؟ ما كان ممكن يقول حرام عليك خليه لاهي عن اللي راح، او كان ممكن يقول ما حرام عليك خليه مثلا ايه ناسي، ان مثلا مساهم اي حاجة، كان يدور له على حاجة غير غافل، خصوصا وانها مش من الكلمات الشائعة الاستخدام. الحقيقة اني فكرت فيها، لقيت انه لو حط لاهي مثلا تساوي انه وجد وسيلة ما تسري عنه، يعني لقى حل تاني يخليه يسيب الحكاية بتاعت الحب دي. اما الغفلة، اما ان يكون الانسان غافلا عن شيء، اعتقد يعني اعتقد انا حقيقة برضو مش عاوز انظر في اللغة قوي، لكن اتصور ان هناك منطقة بين التذكر والنسيان، يعني مش ناسي ومش عايز افتكر، يعني المنطقة القابعة بين الشعور واللا شعور، اللي هي المنطقة اللي بيسموها علماء النفس ما دون الشعور. اتصور ان غافل هنا تساوي في 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 المشتقات الجديدة لو قال خليه مطنش عن اللي راح، الحقيقة تساويها كده معنى، يعني اقصد اقول الذي لا يريد ان يتذكر بارادته هو شخصيا، لكنه لم يجد تسلية تعوضه عن هذا. فأرى غافل هنا أحلى كلمة كان ممكن تتحط، وطبعا كلمة مفاجأة ومباغتة بالتأكيد.
طيب ده الهجرة وانت قريب مني كان فيه امل في وصالك يوم، لكن بعادك ده عني خلى الفؤاد منك محروم. كل ده لطيف طبعا، لاحظنا انه غير البحر، وهنا بيساعد الملحن على ان يتحرك بشكل ايسر. يا هل ترى قلبك مشتاق، بص 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 منظور رامي للحب بقى، يا هل ترى قلبك مشتاق يحس لوعة قلبي عليه. اذا هو تفاعل وخد وهات ما بين قلوب، ما بين قلبين، وشعل للنار والاشواق اللي طفيتها انت بايديك. احنا هنقف هنا على فكرة، هنقف في المنطقة دي، لكن شفتوا منظور رامي للحب هو تبادل وتفاهم ما بين القلوب. عم رياض كمل في النهاوند ودخل مستقر. جدت حبك، كل اللفظ ده، كل الشطرة دي يا جماعة، جدت حبك، الخمسة دول خمس حروف موسيقية هم حرف الدو، هم أساس النهاوند، واخدين بالكو؟ يعني داخل يرمي المقام جوه القلب مباشرة. خلاص أنا اتسلطنت هنا. بيكمل المذهب طبعا، اتفرجوا على أداء أم كلثوم المعجز. الحقيقة أنا نفسي باشمهندس علي حسن يسمعنا حرام عليك اللي بتقولها أم كلثوم مرتين، هي بتقولها مرتين، حرام عليك حرام عليك، ده قولوا واحدة يعني مرة، وبعدين حرام عليك حرام عليك التانية. الأولانية هنشوف بتقولها ازاي، وهنسمع التانية بتقولها ازاي، وده بتغني في نفس اللحظة يا جماعة، ولسه داخلة تغني من أقل من دقيقة ونص. تسمع يا باشمهندس، سمعنا الاتنين حرام عليك. ادي اول اتنين حرام عليك مع بعضهم، نسمع التانيين بقى. لاحظنا الاولانيين صراح جدا، حرام صريحة جدا عليك. طيب نسمع بقى التانيين. حرام عليك، حرام عليك. في كده في الدنيا والنبي، والنبي في كده في الدنيا. طبعا القفله حراقه، قفله جامده قوي بتعرض فيها الست ام كلثوم، هي كانت حريفه قفلات بقى، بتعرف تجيب التسقيف، تعرف تخليك اجباري تسقف، لو ما سقفتش تبقى مش في الحفله او نايم بقى او اي حاجه، لكن موجود في الحفله وبتسمع هتسقف. بنمشي مع الكوبليه. لا يغير السنباطي من النهاوند الا عند لكن بعادك ده عني، بيروح مقام اسمه الشد عربان، وهو هو مقام الحجاز الحقيقه، لكن متغير النوتة الموسيقيه. المهم يعني من هذا المقام، اشمعنى غيره هنا؟ عشان لكن بعادك ده حاله اخرى، ده الهجر وانت قريب مني كان في امل في وصالك يوم، ماشي، لكن بعادك ده عني خلى الفؤاد منك محروم، ده موضوع تاني، لكن بعادك هو خلاني دلوقتي محروم منك. اذا قد يستوجب الامر ان اغير مقاما، او لا يؤخذ علي ان اغير مقاما. ويروح عامل التغيير التاني وراها غرزتين، بيرقص في ملعب كورة مفتوح بتاعه. عندي فين يا اخوانا، يا هل ترى قلبك مشتاق، بيروح رايح على بياتي النوى. ونسمع بقى اللي قلبك يحبه. لاحظوا هنا بقى ام كلثوم والفرقة، حصل نوع من المداعبة، هم فاكرينها هتخلص وهي مصرة متخلص، يعني بتعيد تاني اللي طفيتها انت بايديك يا هل ترى، وتروح عايده تاني. هو سامح لها، عامل لها لفه تخليها تقدر تعيد ان شاء الله 20 مره، لكن عايد اربع خمس مرات. انا نفسي واحد يقول لي مره زي الثانيه، نفسي بالنفس كده واحد يقول لي مره زي الثانيه في هذه الاعادات. فيهم مرتين الفرقه بتفتكرها هتخلص، تروح هي لماهم وعايده تانيه وعايده مره تانيه، ويروح هم قايلين وراها. نستمتع سويا يا اصدقائي بجددت حبك ليه، من المدخل الى اللي طفيتها انت بايديك. Thank you.
يا عيني يا عيني. يدخل علينا رياض السنباطي بعد كده بتغيير تالت مفاجئ مباغت. لازمة اللي دي اللازمة دي نصها يعني كأنه بيخمنا في الأول، بيدخل علينا بمقام اسمه مقام السوزناك. ومقام السوزناك يا أصدقائي الأعزاء هو من المقامات اللي أنا بسميها عرايس البحر. عروسة البحر يقول لك ايه، نصها التحتاني سمكة ونصها الفوقاني بني ادم. النوع ده من المقامات زي السوزناك. السوزناك ده تلاقوا نصه التحتاني رست ونصه الفوقاني حجاز. اذا هو مقام ذو تركيبة مزدوجة، لكن عمنا رياض على العموم بياخد منه كوبري تمهيدي فقط ليعود الى الرست مرة اخرى في احد اجمل كوبليهاته. بصوا بقى عم رامي والنبي اتفرجوا على الشوية دول بقى. ده انا لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان. اتفرج يا سيدي. هان علي الهوان، الفعل والفاعل هما نفس الكلمة. ده من نوادر اللغة العربية على فكرة. هان الهوان يعني وافقته، يعني رضيته، يعني قابلته، يعني استحللت لنفسي أن تهان في حبك. جميل. أنا لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان، أقدر أجيب العمر منين ورجع العهد الماضي. اللي كان فيه ايه بقى العهد الماضي ده؟ يعني اصلا العمر ما يكفيش نرجع العهد الماضي، لكن كان فيه ايه العهد الماضي؟ ايام ما كنا احنا الاتنين
انت ظالمني وانا راضي. يا سلام يا سلام، اي دغدغة لمشاعر الرجل الشرقي، واي لعب على اوتاره وعواطفه كلها، واي لعب كمان على المرأة الشرقية العربية وقوتها المستمدة جدا من ضعفها، بغض النظر عن ان هذا كان شعورا من رامي، عن ان هذا كان حبا من رامي في ام كلثوم، لكنه جاء متوافقا تماما مع النفسية العربية بشكل عام. طيب نتفرج على عم رياض بقى وهو بيمهد لهذه القفلة العبقرية. اتفرجوا صوته وهو بيبتسم في ورجع العهد الماضي ايام ما كنا احنا الاتنين. من اول الاتنين هو خلاص ابتدى يجهز للقفلة. الاتنين انت، احنا فوق في اخر الراس ده اهو، ظالمني بننزل وانا راضي. خلي بالكوا انه طلع انت الاعلى، انت صاحب القدرة، انت صاحب الحركة، انت الاهم بمعنى تاني يعني. ظالمني العالية وانا راضي، هذا الخفوت والاستكانة هو المقابل للرضا والخنوع اللي هو موافق عليه، ما عندوش مانع يعمله في نفس الوقت. الابتسامة تساوي الموافقة، هذا كان يحدث زمان. اتفرجوا عليها هي بقى، انا نفسي والنبي نفسي تركزوا على اعادتها، كل اعاده بمنطق مختلف، كل اعاده لسبب شعوري او سبب حسي عندها هي عايزه تبروزه. اصدقائي المستمعين، تعالوا نتفرج من اول انا لو نسيت لحد انت ظالمني وانا راضي. ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، معقولة جمال القفلة دي؟ المهم ياخدنا رامي وبالتالي ياخدنا الصنباطي إلى منطقة ممكن نسميها استعادة النفس. فجأة يفوق لحاله ويقول لك صعبان عليا أقول لك كان،
والحب زي ما كان واكتر. اخونا السنباطي كمان معاه الى استعادة النفس، الى استعادة الشعور، ويروح ناقل من هذا الرصد الجميل الى النهاوند، الى حيث المشاعر الدافئة المرهفة الميالة يمكن للحنين، للحزن، لحاجة بالشكل ده. يعني المهم ينتقل الى مقام اخر ربما يساعده عاطفيا على هذه الافاقة. ولكن حتى هذا المقام، حتى مقام النهاوند، لم يستمر كثيرا في ايد العملاق رياض السنباطي. بمعنى الحب زي ما كان واكتر، من اول وفكرك بليالي زمان الجرح اكتر، راح لمقام اسمه الاثر كرد، مقام حنين وحزين جدا. واوصف في جنتها، حتى الاثر كرد ما كملش، واوصف في جنتها دخلنا الرصد، انت النعيم والهنا، روحنا البياتي النوى مره تانية. اذا هذا العنقود المقامي استعمله السنباطي للتعبير عن ما يريد ان يبوح به من مشاعر. طب نتفرج على رامي بقى، لانه ده ما يتسابش برضه. انت النعيم والهنا، انت العذاب والضنا، طب والعمر ايه غير دول؟ مفيش طب يعني، طب دي من عندنا، والعمر ايه غير دول؟ لو فات على حبنا سنه وراها سنه، حبك شباب عطو. شوف الثلاثيه، انت النعيم والهنا، انت العذاب والضنا، والعمر ايه غير دول؟ اتنين انا وواحد قول. لو فات على حبنا سنه وراها سنه، حبك شباب على طول. مره تانية يجد السنباطي نفسه امام منطقه يقدر يتفقهن فيها، ويقدر يلعب، ويقدر يعمل قفله 10 على 10، فيروح حاطط شباب الطويله دي فوق، مستقرا على جواب الرصد، المنطقه العاليه من مقام الرصد، ويدي زخم لطول، فتقول طول الثلاثه وو دول بيساهموا في اطاله الامر ثم القفله. هي طبعا فرصه، يا سلام، هات يا حبيبي، بتاخد منه وتبدع. يعني مثلا يتفرجوا عليها لو سمح المهندس علي حسن يدينا والحب زي ما كان واكتر، نسمعها في مرتين كده قالتهم ازاي. والحب زي هلا 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 هلا، يعني والحب واقفة وزي ما كان برصانة شديدة وكأنها واثقة ومتأكدة، وواقفة وأكتر. طب نسمع والحب زي ما كان وأكتر المرة اللي بعديها يا باشمهندس. والحب زي ما شيخ، يا شيخ في كده في الدنيا؟ طيب والحب زي ما كان، يعني في اتنين زي بقوا، وزي ما كان واكتر موصولة في 17 ثانية. ايه ده؟ طيب وفكرك بليالي زمان، خلوا بالكم بقى من زمان، احنا معنا يجي 4 5 6 زمان، الاثر كورد دي اللي قلنا عليها، يتراوح الاداء في زمان في حدود من مثلا نقول 13 الى 18 19 ثانية في الكبيرة بتاعتهم، لكن 18 19 ثانية بعرض الصوت كله وبذبذبة زمان كده، هو بتهز كل ده، بيسحب نفس. اتفرجوا بقى على جمال الإيوال العربي، اتفرجوا على حلاوة الإيوال العربي في هذا المقطع، بدءا من صعبان علي الى حبك شباب على طول. صعبان صعبان عليا،
وافكرك بلا بما ان الوقت مش هيكفينا فتعالوا نتكلم في اللي فات شويه، يعني حاجه مستاهله الحقيقه. تقول لي طب السنباطي ليه عمل النعيم والهنا زي العذاب والضنا؟ قال لك انت النعيم والهنا وزيها انت العذاب والضنا، مش كده؟ هم طب ليه عملهم كده؟ لو بصينا للكلمه اللي وراهم على طول هنلاقي رامي بيقول ايه، والعمر ايه غير دول. يعني اذا العمر هو النعيم والهنا وهو العذاب والضنا، اذا هنا يتساويان في المطلوب ان يثبتوا رامي. مش قاصد يفرق بين النعيم والهنا والعذاب والضنا، لا ده بيلمهم على بعض لان العمر لا يساوي الا دول. اذا ما كانش مطلوب من رامي من السنباطي ان يغير او ان يفارق بين لحن النعيم والهنا هنا والعذاب والضنا هنا. هما صحيح كفتي ميزان لكن هنا يجتمعان ولا يتفرقان، يجتمعان كي يشكل العمر كله. أصدقائي واضح إن إحنا لازم نوقف كلام دلوقتي لضيق ذات الوقت. الوقت مش هيكفي طبعا، وكده يبقى لكم عندي بقيت غنوتين، بقيت ثورة الشك وبقيت جددت حبك ليه. لكن فلنمضي ما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى هذه الرائعة، إلى أم كلثوم وإلى رياض السنباطي وإلى رامي، والماراثون الغنائي الجميل المسمى جددت حبك ليه. Thank you.
وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. لأسرة برنامج غواص في بحر النغم من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.